الولايات المتحدة تبدأ عهدا جديدا بقيادة جو بايدن. على خلفية هذا الخبر، ما الذي تتوقعه من على مسألة العلاقات ما بين الخرطوم وواشنطن؟ نعم، أنا أعتقد أنه أهم ما في هذا الخبر أنه الآن نحن ننتقل من متهمين بالإرهاب موجودين في قائمة الإرهاب، القائمة السوداء التي لقينا فيها أكثر من 27 سنة، إلى متعاونين أساسيين في مكافحة الإرهاب. يعني هذه مسألة مهمة جدا يجب أنه ننتبه لها، وأنه هذه فعلا هي مرحلة جديدة أنك تنتقل من القائمة إلى جزء من المكافحين للإرهاب نفسه. زيارة غايد أفريكوم هي مسألة أيضا فيها دلالات كبيرة أن السودان الآن داخل المنظومة الدولية في مسألة في التعاون ضد الإرهاب، وهذه القوة كانت تتحاشى أن تزور السودان يعني لوقت طويل جدا، خدمت في كثير من الدول الأفريقية، وهي الزراع الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الأوضاع الأمنية في أفريقيا، اللي هي من أهمها هي مسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات المتطرفة بأشكالها المختلفة وهكذا. يعني المسألة يعني هي واضح أنه هي مرحلة بتاع التعاون حقيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية. التعاون يعني بدأ أصلا بكثير من كثير من المراحل، من أهمها طبعا هي مسألة رفع اسم السودان نفسه من خلال دول الإرهاب، منح السيادة الوطنية، ثم بعد ذلك الدعم المالي اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ما كان يمكن أن يكون لو السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أو ما كان يمكن أن يكون لو ما في هناك إيمان حقيقي بأنه الانتقال في السودان واستقرار الانتقال في السودان وتخطي مرحلة الانتقال في السودان إلى مرحلة الديمقراطية مسألة هامة في المنطقة كلها. لذلك كان هذا الدعم يعني اللي هو من أهمه هو الدعم التكسيري اللي قدمته الولايات المتحدة للبنك الدولي اللي هو حوالي مليار دولار. البنك الغرض التيسيري ده تجسيري هو بيساعد في انه السودان تتغلل ديونه وبيثبت جديته في انه عنده حرص على دفع الديون، فده بيخليه ممكن ان يطلب معونات او يطلب قروض حقيقيه من البنك الدولي بجلب ممتازه بشروط جيده تسهم في مساله الاقتصاد وفي قومه الاقتصاد السوداني. يعني طيب ما الذي يمكن أن يستفيده السودان غير مسألة وساطة الولايات المتحدة لصندوق النقد وانتقاله من زاوية مثلا المتفرج ليكون مشاركا في مكافحة الإرهاب؟ هناك نعم. أشياء أخرى؟ نعم مؤكد، يعني إحنا في السودان ما خلال 30 سنة الفاتت دي حصل تدهور في كل شيء، يعني بالذات حتى من الناحية الأمنية في مسألة الأجهزة. علينا نقول إنه الأمن ده الآن أصبح فيه وتستخدم فيه تقنيات عالية جدا وتستخدم فيه أدوات عالية الكفاءة وعالية التكنولوجيا وكذا، ده الآن نحن كنا بعيدين منه بعد كثير جدا بسبب الحصر الأمريكي نفسه. ثم على مستوى الكادر الأمني، يعني لو حصرنا فقط المسألة في زيارة قائد أفريكوم، إنه إحنا الآن في مرحلة انتقال لأنه ننتقل أمنيا، يعني إحنا عندنا مشكلة أمنية، ده هذا مؤكد. يعني ما يحدث الآن في دارفور، حدودنا المفتوحة، نحتاج لأنه كفاءة جهاز الأمن نفسه، جهاز المخابرات، الأجهزة العسكرية كلها ترتفع كفاءتها، وده ما بيتم إلا بالتدريب وبالخبرة وبالحصول على التكنولوجيا والحصول على الأدوات وكده، وده كان إحنا محرومين منه جدا يعني، والناس كلهم بيتذكروا المقولة الشهيرة بتاعت الدفاع بالنظر يعني. طيب فده كله كان بسبب شنو؟ بسبب الحظر الأمريكي ده. طيب يعني أنت ما عشان أمريكا فقط ما حتتعامل معك، لأنه في آخرين أيضا، لأنك أنت موجود في هذه القائمة، قائمة الإرهاب، ما كانوا بيتعاملوا معك. طيب فافتكر إحنا الآن في مرحلة فعلا جديدة في مسألة التكنولوجيا ومسألة الكادر. يعني أفريكوم نفى وجود صفقة عسكرية بين السودان وبلاده، هل هذا النفي يؤكد تقدم المكون العسكري في السيادة وانفراده بإدارة بعض الملفات الخارجية؟ نعم، يعني الناس بيروجوا لهذه المسألة، يعني انفراد السيادة بعض المسائل، لكن هذه المسألة الأمنية ومسألة زيارة أفريكوم هي من اختصاص المجلس السيادي ومن اختصاص الجانب العسكري، خلينا نقول في الدولة في إدارة الدولة، يعني ده اختصاص بالكامل إنه يكون هنالك علاقة بأفريكوم. وهي طبعا هي مهما كانها يعني الأشياء لا تنفصل من السياسة، لذلك أيضا هو قابل التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوه. فأفتكر إنه هي مسألة انفراد ووضع الحاجة في الصفيحة الساخن دائما، يا مقصودة يعني المسألة ما من فراغ يعني. وانا افتكر انه يعني لماذا ينفرد المجلس العسكري بالقرار في الدوله؟ يعني المجلس الان في قمه الدوله، وهو الان يدير الدوله،
يعني مثلا امبارح شفنا في المظاهرات الامس المساير والمواكب دي اللي هو كان جزء كبير جدا منها افتكر كان من الاسلاميين والفلول كانوا بيحاولوا يفوضوا المجلس السيادي او يفوضوا البرهان رئيس المجلس السيادي مباشره عن انه يستولي على السلطه. هو الان في السلطه، يعني انت كيف تفوض لك شخص هو اصلا هو في السلطه، هو في قمه السلطه، ولكن هم كانوا بيفوضوه عشان يحدث ده، يحدث الانفراد بالسلطه. يعني ده كان هو الغرض يعني من قصه ان احنا ماشيين نفوضه كده. فدي كلها اشياء هنالك من يحاول ان يسوق لهذه المساله، يحاول يروج لها لاظهار المكون المدني انه بانه ضعيف في انه المجلس السيادي هو يسيطر على كل شيء. طيب لنعود مره اخرى الى ملف الارهاب. نعم. ملف قائمة الدول الراعي للإرهاب الذي غدناه قريبا يحتاج إلى جهود كبيرة لترميم العلاقة بين السودان والغرب بشكل عام. برأيك كيف يكون شكل التعاون بين البلدين في هذا الملف المهم في أشياء أخرى لم نتحدث عنها؟ نعم، يعني أفريكوم دي هي واحدة من الطريقة للتعافي اللي قلت لك أنه إحنا نرتفع أمنيا، نرتفع أمنيا على كل مستويات مختلفة جدا. يعني مسألة مكافحة غسيل الأموال، يعني أنت الدنيا دي ما حتتعامل معك لو ما عندك قوانين بتجرم غسيل الأموال. الغسيل ده حصل في السودان بصورة فظيعة جدا في السنوات الفاتة، وشفنا ناس بيغسلوا أموال وكده بيتم تكريمهم حتى من الدولة يعني. فأنت في الآخر أنت الآن بقيت منطقة مخفضة لغسيل الأموال، بتجيك كل الأموال لأنه النظام نفسه شكل النظام اللي كان موجود تركيبته ظروفه الاقتصادية بتسمح بيده، فكنا محبط لغسيل الأموال. ثم غسيل الأموال مرتبط بأموال الإرهاب نفسها، إدارة أموال الإرهاب. وشوفنا طبعا يعني مسألة كانت بن لادن وجوده في السودان وأمواله اللي حاول استثمارها في السودان، ده كان جزء من العملية دي كلها. فالآن ده كله بيجيف، فأنت محتاج أنك تكون عندك قوانين محاسبة حقيقية، قوانين شفافية مالية، قوانين ضد الإرهاب ومكافحة أموال الإرهاب، مكافحة أموال الغسيل، نظام مصرفي قوي تستطيع مساءلته، تستطيع من عبره مراقبة كل التدفقات المالية للسودان. ده مهم جدا عشان نتعامل معك الناس. وأنا دائما بقول إنه العقوبات دي كان ثقلها اقتصادي، فإنت لو ما عملت الإصلاحات الاقتصادية دي في حركة البنوك، حركة المال، المراقبة المالية، المساءلة المالية، كل القوانين الموجودة في العالم، إنت ما بتستفيد من مسألة رفع اسم السودان من إقامة الدولار. هذا الآخرين ما حيتعاملوا معك، حيتعاملوا معك الناس اللي بيحاولوا يخربوا أو عندهم مشاكل بيحاولوا يغسلوا الأموال. ده من أهم الأشياء في المرحلة دي. ولكن مثل هذه الزيارة والتعامل معها بمطلوبات السودان بيخلينا نحن نرتفع في المجال ده بشكل كويس. طيب أتعتقد أن الدولة جاهزة أخيرا يعني جاهزة لكي تسن قوانين كالقوانين التي تحدثت عنها قبل قليل؟ أو إذا يعني كيف يمكن أن تكون نسبة جاهزية الدولة؟ لا يوجد ما يمنع يعني الدولة الآن أن تسن هذه القوانين. يعني هي الآن ربما هذه القوانين ما جاهزة وكذا وتفعيلها فيه مشاكل وكذا، لكن ما في شيء يمنع ذلك، بل بالعكس هو مطلوب على مستوى مخاطبة العالم والاستفادة من وجود السودان خارج قائمة الإرهاب، وعلى مستوى الداخل نفسه أنت محتاج لها. يعني حصل يعني الآن بدأت مراجعات للمصارف والمسائل دي اكتشف أشياء فظيعة جدا، هنالك جمعيات وهنالك أفراد كانوا بيحصلوا على أموال بدون أي ضمانات للبنوك. في بعض الشركات وانا شفت التحديات طلعت على بعيني يعني حصلوا على قروض كبيره جدا والناس دي ما رجعوا القروش وما استخدم الضمان، ما استخدم. في حاجه اسمها بيسموه ذو العلاقه، يعني الناس كان عندهم علاقه بادارات البنوك ومجالس، وده ملف كبير جدا افتكر ارجو انه يفتح بشفافيه شديده. طيب. دي كانوا في ادارات البنوك بيسموهم اصحاب ذو العلاقه، بيسموهم عندهم علاقات بالبنوك في مجالس ادارتها، كانوا بياخذوا قروض كبيره، ياخذوا سلفيات كبيره، او بيحصلوا اقاربهم على سلفيات وقروض كبيره ما بيتم استردادها من البنوك وما بيتم استخدام الضمانات، وده اثر تاثير كبير على النظام المصرفي بل اثر على الاقتصاد كله يعني. طيب الذي يحول، هناك من يعتقد ان الذي يحول من تنفيذ هذه الاشياء غياب مؤسسه كامله وهي المؤسسه التشريعيه. شوف يعني هي الان المؤسسه التشريعيه في الوثيقه الدستوريه استعيد عنها باجتماع ثنائي. ثم خلينا نقول انه وزاره العدل هي تعمل بكفاءه كبيره جدا في وضع القوانين ومشاريع القوانين، فما انا ما شايف انه هنالك ما يمنع مثل هذه القوانين، ما بتضر باحد يعني، بل بالعكس هي مزيد من التجويد، مزيد من التدقيق. فحتى لو جاءت مجالس تشريعيه ما حتلغيها، بل بالعكس ربما تحاول تقوم تخليها اكثر تماسكا واكثر قوه. فما لذلك لا يوجد ما يمنع من انه تقوم مثل هذه القوانين مهمة، حتى يعني بتقوي النظام المصرفي نفسه، بتخليه واثق من نفسه، يستطيع أن يتعامل مع العالم بثقة شديدة يعني.